بس السؤال اللي بيطرح نفسه على الساحة هو ليه مسرح العمليات اتنقل من شمال سيناء لمدن القناة 3؟ وازاي الناس دي اساسا بتدخل مدن القناة 3؟ والمفروض ان الولد والبنت دول كانوا في وضع خارج فوق كوبري من كباري مصر. مقطع فيديو غير لائق بالمنظر ده لما يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي فهو بيسيء لسمعة مصر داخل مصر وخارج مصر. ضابط العمليات الخاصة الامريكي اللي قرر اللي هو يفجر مسجد، ولما راح المسجد يوم جمعة اثناء صلاة الجمعة قرر اللي هو يبقى امام المسجد ده. من امبارح وكل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن حدثين مهمين حصلوا في مصر، لكن الحدثين دول تحديدا يا جماعة بيثيروا علامات استفهام كتير وتساؤلات كتير. هل احنا في نهاية الزمان؟ هل اللي بيحصل ده علامة من علامات الساعة؟ مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لولد وبنت في وضع مخل في الطريق العام، والسر وراء الهجوم المسلح على كمين الإسماعيلية وانتقال مسرح العمليات من شمال سيناء لمدن القناة 3. وضابط في القوات الخاصة الأمريكية بيخطط للهجوم على مسجد داخل أمريكا، وفي اللحظات الأخيرة بيتحول لإمام المسجد ده. والسؤال اللي بيطرح نفسه على الساحة، هل أندرو تيت اعتنق الإسلام عشان يكون الإسلام ستارة ليه للأعمال اللي بيديرها ولا لا؟ بس قبل ما نبدأ كلام في حلقة النهاردة بطلب من كل أخ وأخت بيتفرجوا عليا يوقفوا مقطع الفيديو وينزلوا يدوسوا لايك ويعملوا شير على مواقع التواصل الاجتماعي عشان الرسالة اللي عايزين نوصلها من الفيديو توصل لأكبر عدد من الناس. علشان ما طولش على حضراتكم يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. من امبارح وكل مواقع التواصل الاجتماعي بتتداول مقطع فيديو لبنت وولد بيعملوا فعل فاضح في الطريق العام، والمفروض ان الولد والبنت دول كانوا في وضع خارج فوق كوبري من كباري مصر. طب الفيديو ده اتصور ازاي؟ واحد طالع من البلكونه بيبص لقى الولد والبنت في الوضع الخارج ده، راح مصورهم بالموبايل بتاعه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. بالمناسبه تم تحديد شخصيه الشاب والبنت دي وتم القبض عليهم، والموضوع حاليا قيد التحقيق. ومبدئيا كده يا جماعه انا مش هعرض على حضراتكم مقطع الفيديو، ممكن اللي عايز يتفرج عليه يروح على اي منصه، مقطع الفيديو منشور على كل مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بوجه رساله لكل اب وام، خلي بالكم من اولادكم، ربوهم على تعليم الدين الاسلامي، عرفوهم اللي فيه صح وفيه غلط، عرفوا بناتكم ان الشاب لو بيحب البنت هيجي يخبط على بابها ويطلبها من ابوها او امها. اللي بيحصل ده يا جماعه حرفيا علامه من علامات الساعه، ويمكن انا عملت مقطع الفيديو ده تحديدا عشان اوجه رساله لكل الناس اللي بتتفرج عليا. بعد اذن حضراتكم يا جماعه اي حد يوصل له مقطع الفيديو ده يوقفه عنده وما ينشروش، لان ببساطه كده يا جماعه احنا بنوجه الشباب الصغير الغير واعي لنشر الفسق والفجور داخل المجتمعات العربيه، وده اللي احنا مش عايزينه. مقطع فيديو غير لائق بالمنظر ده لما يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي فهو بيسيء لسمعه مصر داخل مصر وخارج مصر. وده بينقلني للنقطه الثانيه اللي كنت عايز اتكلم فيها مع حضراتكم في حلقه النهارده، وهو الهجوم على كمين الاسماعيليه. هو ايه اللي حصل في الاسماعيليه وليه الضجة دي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ببساطة كده يا جماعة، جماعات مسلحة مكونة من 3 أفراد هاجموا أحد الأكمنة الثابتة في الإسماعيلية. المهم القوات الأمنية تصدت ليهم وصفت الجماعات المسلحة دي. بس السؤال اللي بيطرح نفسه على الساحة هو ليه مسرح العمليات اتنقل من شمال سيناء لمدن القناة 3؟ وإزاي الناس دي أساسا بتدخل مدن القناة 3؟ ببساطة كده يا جماعة، الجيش المصري حاكم السيطرة على شمال سيناء، ولو تلاحظوا حضراتكم مفيش أي عمليات اتنفذت طول الفترة اللي فاتت، فبدأت تندس بعض العناصر عن طريق التسلل من الأنفاق اللي بتربط شمال سيناء بمدن القناة 3، ويندسوا في وسط المدنيين وينفذوا العمليات اللي من النوع ده. وبالمناسبة مش دي العملية الأولى اللي تتنفذ في مدن القناة، لو تفتكروا حضراتكم من فترة كانت حصلت برضو عملية في مدينة الأنطرة. الغريب بقى أكتر من كل ده جماعة إن الموضوع ده حصل في مسجد الصالحين القريب من قناة السويس، منطقة استراتيجية. يعني الناس دي عايزين يوصلوا رسالة لكل الاستثمارات الغربية او اي استثمار يجي للدولة ان قناة السويس غير آمنة، وده الهدف الاساسي اللي هم بدأوا يعملوا عمليات في المنطقة دي. خالص عزائي لكل الشعب المصري، رحم الله الشهداء وألهم ذويهم الصبر والسلوان. ويمكن انا شاركت مع حضراتكم الخبرين دول في بداية الحلقة عشان بقول لحضراتكم اللي بيحصل ده من علامات الساعة. لما الاقي ولد وبنت بيعملوا فعل فاضح في الطريق العام وبيتصوروا وبيجهروا بالمعصية، لما الاقي الناس بتستحل الدم وفي كتير من القتلى والوفيات، يبقى هنا لازم اوقف وراجع نفسي، لان احنا ممكن نكون في نهاية الزمان. شوفوا حضراتكم كده اللي بيحصل حواليكوا، شوفوا اللي بيحصل في امريكا واللي بيحصل في فرنسا والاوبئة والجليد وكل اللي بيحصل ده. انا بوجه لحضراتكم يا جماعة الرسالة دي لان فعلا بدأت تظهر فتن نهاية الزمان.
نيجي للخبر اللي بعد كده معنا في حلقه النهارده، بخصوص ضابط العمليات الخاصه الامريكي اللي قرر ان هو يفجر مسجد، ولما راح المسجد يوم جمعه اثناء صلاه الجمعه قرر اللي هو يبقى امام المسجد ده. طب ايه قصه الراجل ده؟ الراجل ده كان شارك في حرب العراق وحرب افغانستان وكان بيكره الدين الاسلامي. المهم كانت بنته في المدرسه وكان معاها مجموعه من المسلمين، فلما عرف اللي فيه مسلمين مع بنته في المدرسه قرر اللي هو يروح لهم الجامع يوم صلاه الجمعه وينفذ عمليه بيستهدف فيها من 200 ل 300 شخص. المهم لما راح قابله واحد كان وشه بشوش، بدا يتعامل معاه كويس وبدا يقول له اقدر اساعدك ازاي وعايز تفهم حاجه عن تعليم الدين الاسلامي. فالراجل اللي كان رايح ينفذ العمليه ده استغرب، ازاي واحد ما يعرفنيش ويتعامل معايا بالطريقه الكويسه دي؟ فبدا الراجل ده يغير وجهه نظره عن المسلمين وعن الاسلام وبدا يتردد على المسجد ويعرف تعليم الدين الاسلامي. لما سمع للشيوخ وقرب من المسلمين الراجل ده قرر دخول الدين الاسلامي واصبح امام المسجد اللي كان مفروض هو هيفجره. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وده بقى ينقلني لاخر خبر معانا في حلقه النهارده، هو بخصوص الملاكم الامريكي اندرو تيت. تقارير اعلاميه كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم ان اندرو تيت كان بيعمل اعمال منافيه للاداب وكان بيستقطب سيدات وبيصورهم وبيرفعهم على مواقع وكلام من هذا القبيل، عشان كده الشرطه الرومانيه القت القبض عليه. ويمكن انا مش هتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل الموضوع ده، هتكلم اكتر عن الراجل ده دخل الدين الاسلامي عشان ياخدوا ستاره زي ما هم بيصدروا للراي العام ولا لا. ببساطه كده يا جماعه خلينا نفكر كده بالعقل، الراجل ده لو عايز ياخد الدين الاسلامي ستار، كل مواقع التواصل الاجتماعي هتحظر حساباته الرسميه؟ هنقول ان دي مجرد مصادفه. طب ليه تم القبض عليه بعد دخوله الدين الاسلامي؟ مش المفروض اللي هو بيعمل الاعمال دي قبل اعتناقه الدين الاسلامي؟ طب دي برضه هنقول مصادفه. فين السيدات بقى اللي كان بيصورهم اللي انتوا بتقولوا اعتقلتوه وهو معاه ست سيدات؟ خلاص الكلام يا جماعه، اذا كان الراجل ده كان بيعمل حاجه غلط قبل اعتناقه الدين الاسلامي فالراجل دلوقتي ماشي على الطريق الصواب، واعتقد ان واحد بيدافع بشراسه عن الدين الاسلامي زي اندرو تيت مش هيعمل حاجه تغضب ربنا، لان هو داخل الدين الاسلامي عن اقتناع. الراجل ده كان ملحد ولازم نحط الموضوع ده بعين الاعتبار. لكن كل اللي بيحصل قدام حضراتكم ده عشان اندرو تيت صوته عالي وبيوصل لكل الناس، وهم بيحاولوا بشتى الطرق ان هم يخلوا صوته ما يوصلش لاي حد، لانه دلوقتي اصبح خطر عليهم. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم اللي بيحصل حاليا في كل دول العالم، هل دي علامة من علامات الساعة؟ هل دي فتنة نهاية الزمان؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا، يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند، يلا سلام، والسلام مش ختام.